وصف هشيار زيباري وزير المالية المقال عملية سحب الثقة عنه من قبل مجلس النواب العراقي بأنه تسقيط سياسي من أجل تعطيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، مهددا بكشف ملفات فساد تورط فيها كبار المسؤولين حسب قوله. الجهة التي تقع وراء عملية الاستجواب وسحب الثقة دولة القانون ورئيسها نوري المالكي، قائمة بأكثر من 20 فوج خاص للمسؤولين كبار في الدولة، كل فوج تختلف الأرقام بين 1,400, 500, 750، حوالي 600 مليار دينار عراقي تصرف في هذا. جدد الزيباري اتهامه لرئيس مجلس النواب بمخالفة القانون باعتماد آلية التصويت السري، كما اتهم أطرافا لم يسميها بنكث وعودها لكتلته بعدم التصويت على سحب الثقة منه. البرلمان كمؤسسة تشريعية اكو هيئة رئاسة يستغلوا في أهداف غير مشروعة. مو بس هاي، احنا لما رادوا يقيلون سليم الجمهوري تتذكر كان يوم عطلة وصار توجيه لكل الكتلة الكردية وبالذات كتلة الحزب انه لازم ترجعون وتوقفون ويانا، دائما يقول هذا دين. زيباري ألقى اللوم على الكتل الكردية في مجلس النواب في عدم دعمه ووقف سحب الثقة عنه، متهما إياهم بتقديم المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة العامة، في وقت ترى الأحزاب الكردية إن الوضع السياسي المتأزم منذ أكثر من سنة ألقى بظلاله على العلاقات بين هذه الكتل في بغداد. بالتأكيد له التأثير، الوضع الحالي في إقليم الوضع السياسي في إقليم كردستان له التأثير بما حدث في مجلس النواب العراقي، ولكن الأجوبة السيد زيباري لم يكن مقنعا بالنسبة للنواب أو الكرد أو العراقيين أو العرب أو الشيعة والسنة، لم يكن مقنعا، وهذا السبب لم يصوت مجلس النواب أو صوت مجلس النواب بإقالة السيد زيباري. الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه زيباري وفي أول رد فعل له وصف عملية سحب الثقة عنه بالمؤامرة السياسية، وجاء في بيان الحزب إن الذين يقفون وراء هذه القضية هم امتداد للسياسة العنصرية التي انتهجت ضد الكرد في السابق. عبد الحميد زيباري، الحرة، أربيل.